السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة هراجع معاكم تطورات فيروس كورونا الجديد اللي بيسبب مرض كوفيد-19 في العالم، وبخاصة في الدول اللي تهمنا اللي هي الدول العربية. هو بصفة عامة في العالم كله تجاوز عدد الإصابات أكتر من 100,000. يمكن في اللحظة اللي أنا بتكلم فيها ديت، شفت أنا الموقع بتاع وورلد ميترز، وفي موقع تاني حوالي 102,000 وأكتر. وعدد الوفيات يعني مش كتيرة بصراحة، حوالي 3,450 أو 3,500 حالة وفاة. طبعا عدد الإصابات اللي أنا بقول عليها أكتر من 102,000 دول مش كلهم في الوقت الحالي مصابين، لا، في ناس منهم خفوا حوالي 50,000 أو كده، هنشوف في التقرير الجاي. نطرح ده من ده، يتبقى عدد الحالات النشطة الأكتف كيسز اللي موجودة حاليا في العزل أو في المستشفيات، حوالي ممكن تكون 50,000 برضو أو حاجة زي كده. يعني في أخبار طبعا جيدة وفي أخبار سيئة. الأخبار الجيدة تخص الصين وتخص كوريا الجنوبية. الصين طبعا عدد الحالات الجديدة قل جدا جدا، بقى 100 وشوية بعد ما كان ألاف، وكوريا الجنوبية برضو قدرت تحاصر المرض، وعدد الوفيات قل جدا وعدد الحالات الجديدة برضو قل جدا. دول الدولتين طبعا، هم الدول دي عندها يعني نظام وقدرة على التحكم عالية، يعني مش متوفرة في دول كتير. ما أظنش في دول تقدر تعزل حوالي 100 مليون بني آدم زي ما عملت كده الصين. أما بالنسبة للدول بقى في الشرق الأوسط، فيعني وضعها سيء جدا حاليا هي إيران. يعني أكتر عدد إصابات سجلته من يوم ما بدأ يظهر فيها الفيروس كان امبارح فوق أكتر من 1,000 إصابة، وده عدد كبير جدا يعني، وأكتر من 100 وشوية. يعني نمنا وصحينا لقينا هذه الأعداد طالعة على المواقع بتاعت منظمة الصحة العالمية، فده شيء سيء جدا. طبعا الشيء السيء الثاني، ولو انه مش سيء قوي يعني، هو ان في 12 حالة ظهرت في مصر. هو السيء في مصر مش، يعني انا كمصري اتكلم، السيء في مصر مش وجود الفيروس، لان الفيروس 15 حالة مش مشكلة، لكن السيء هو ان البلد مش متحدة. يعني واخدين بالكم، يعني مش كلهم كده يد واحدة، تلاقي ناس بتهول وكأنها بتتمنى ان مصر دي يبقى فيها ملايين من المصريين، فيها ملايين الاصابات، وفي ناس بتستهتر، ومنها وزيرة الصحة. يعني هي مش بتستهتر، بس هي مش موفقة في التعبير عن الكلام اللي بتقوله. هي دي المشكلة في مصر بصراحة، التشكيك وعدم التشكيك من الناس وعدم الشفافية من الجهات المسؤولة. لكن هو 15 حالة، تعتبر مصر ما زالت من أقل من الدول القليلة، أقل من دول كتير جدا، أقل من الكويت، ويمكن قريبة من قطر، ويعني أقل من لبنان وأقل من العراق. وضع مصر من ناحية عدد الحالات مش كبير، لكن إيه المشكلة اللي في شككه، اللي بيقول لك العدد ده 15؟ بس الدولة ما بتقولش ده العدد مش 15، ده العدد ممكن يكون بالآلاف المؤلفة. وفي اللي بيشككوا في إمكانيات الدولة برضه، يعني حتى لو تابعت السوشيال ميديا هتلاقي ناس حتى جايين طالعين من المطار يقول لك ده المطار ده بتاعنا، دي سويقة، ده إيه ده؟ ده خرابة. واحد كاتب في السوشيال ميديا بيقول إن أنا مريت على مطارين، مطار منهم تقريبا روسيا، قبل ما ينزل من الطيارة وياخد الطيارة التانية كشفوا عليه وهو جوه الطيارة، كشفوا عليه، هو جاي من الصين. جاي من الصين، كشفوا عليه جوه الطيارة قبل ما ينزل الترانزيت. بيقول أنا جيت المطار، الموظف سألني أنت جاي من الصين؟ قال له طب املى الاستمارة دي. بيقول لك مليت الاستمارة، قال له طيب لو حسيت الموظف بتاع المطار قال له طب لو حسيت بسخونية أو أعراض شديدة كده روح اقعد في بيتكم، لو حسيت بسخونية وأعراض شديدة تبقى إيه، تتصل بينا وإحنا نعمل اللازم. يعني رسالة كانت مع السوشيال ميديا ومكررة الحقيقة في أكتر من واحد. هنقول الناس تكتب، يعني واحد بيقول تجربته أو كان مر على موظف في المطار مهمل أو كده ما قامش بواجبه، ماشي. المشكلة بقى
في بعض الجهات الحكوميه اللي بيسموها اللجان الالكترونيه، يعني في الغريبه بوست بالكلمه وبالحرف معمول يجي 50 مره، معمول يجي 50 مره بيمدح في جهود الدوله والحكومه، وان مصر دي اعظم يعني دولة في العالم، وهي عندها إمكانيات هائلة وحاجات زي كده. واللي بيساعد على كده كلام التصريحات الرسمية، يعني وزارة الصحة بدل ما تقول عندها شفافية تقول هي رايحة الصين ليه، وطبعا كلنا عارفين هي رايحة الصين ليه، العيل الصغير بيعرف هي رايحة الصين ليه في هذه الظروف. يعني أعلنت إن هي رايحة الصين عشان تساند الصين وعشان تدعم الصين، وعشان طبعا كلام بالإضافة طبعا لتصريحات كتيرة لها لا تليق بأنها تخرج من دكتورة عادية، فما بالك من دكتورة وزيرة صحة يعني. فهي المشكلة في مصر بصراحة، والهيصة اللي معمولة في مصر مش عشان الفيروس قد إيه في مصر، وإنما عشان تناول للموضوع من الجهات المختلفة. تحس إيه إن مصر منقسمة حتى في وقت المحنة على نفسها، ناس بشمتانة وناس بتتمنى ان يكون، يعني تحس ان هم كده يعني تحس ان هم عايزين ملايين الفيروسات تكون موجودة في مصر، وناس تانية بتدلس وبتخبي وبتغش ويعني بتسفه في التقارير. اما يبقى بوست بنفس الجملة بنفس الحروف مكتوب 60 مرة باسم 60 يجي 60 70 مرة باسم 60 70 مستخدم، طب غيروا الجملة، غيروا الكلمات، يعني مش معقولة نفس النسخة 70 واحد يعملوها نفسها. يا ريتوا عاملها فورورد، لا يعني مش مثلا عامل لها شير، مش بوست وواحد عامل له شير، لا ده بوست انا بكتبه وهو محمد بيكتبه وهو حسنين بيكتبه. طبعا دي برضو حاجات يعني نتمنى ان الامور عندنا تنصلح يعني. فده الوضع عندنا. وطبعا في من الحاجات الجديده التطورات طبعا عندنا في الشرق الاوسط، ان الكويت وقفت استقبال اي يعني رحلات الطيران بينها وبين 7 دول، منها طبعا مصر، منها مصر والفلبين وبنجلاديش، ودي الدول تقريبا مصدره العماله، يعني هي الدول بتاخد قراراتها بناء على مصالح. يعني ما وقفتش مع كوريا الجنوبية، ولا وقفت مع ألمانيا، ولا وقفت مع فرنسا، الدول اللي فيها أعداد كبيرة. يعني الفلبين فيها كان 3 وامبارح أعلنوا 2 بقوا 5، ومصر فيها كان 2 و3 و12 بقوا 15. لا تقارن بكوريا الجنوبية، ولا تقارن بألمانيا ولا إيطاليا ولا يعني الكويت مش واقفة الرحلات مع الناس دي، لكن واقفة مع الدول المصدرة للعمالة. دي تقريبا كل أخبار المنتدى. خلينا نشوف التقرير كده ونشوف نقدر نستنتج منه إيه. فيلا سوا، ده التقرير اهوت. وبحب أعيد تاني إن أنا برجع المصادر بتاعتي لهذه الأرقام من منظمة الصحة العالمية، ومن موقع اسمه World Meters، ده موقع إحصائي أساسا للسكان. يعني لما تخش كده تلاقي العداد بتاعه عمال يفر بالنسبة للسكان، كل ثانية طبعا العدد ناس بتموت وناس بتتولد، ده المصدر بتاعي. وأما النواحي التطورات وما إلى ذلك العلمية بجيبها من الـ CDC برضو WHO ومن NHS البريطانية. زي ما شايفين التقرير بتاع النهاردة بقارن بامبارح. امبارح كان عدد الإصابات 98,421، النهاردة 102، زاد حوالي ما يقرب من 4,000 إصابة جديدة. الإصابات دي كلها بره الصين، لأن الصين كلها 100 وشوية، فمعنى كده إن في أكتر من 2000 إصابة بره الصين، وهذه الكمية معظمها في إيران ومعظمها في إيطاليا ودول أوروبا. بصراحة دول أوروبا عدد الإصابات بدأت تزيد فيها يعني. فكده عدد الإصابات الجديدة حدود داخلين على ما يقرب من 4,000 إلا 200، يمكن 3,800، ده عدد الإصابات الجديدة. عدد الشفاء للأسف أقل شوية، كنا احنا فرحانين قبل كده إن الشفاء هنا، الشفاء كان
امبارح كان 55 و 600 شوية، هنا 57، يعني في فارق 2000، لكن عدد الإصابات 4. يبقى إذن هنا عدد الإصابات زاد عن عدد الشفاء، وده مؤشر مش جيد. عدد الوفيات كويس، مازال يعني مش شديد قوي، 3497، يعني حوالي 3500. امبارح كان 3380، يعني 120، حوالي 120 إصابة، حالة وفاة في العالم كله. للأسف في منهم يجي 100 في إيران. معدل الوفيات بنعرفه زي معدل الوفيات يا أخوانا، بيقسموا بيشوفوا عدد الوفيات وعدد الإصابات، ده يقسموا ده على ده يطلعوا معدل الوفيات، يعني 3.4%، لأن احنا عندنا 100,000 أهو، وعندنا 3400 شافة، تقريبا 3.4. ده طبعا المعدل الوفيات، هو الحقيقة ده مش المعدل الحقيقي، المعدل الحقيقي أقل من كده. ليه بقى؟ لأن الوفيات كلها بنسجلها، ما فيش نقاش، يعني ما فيش وفية بتتوه، لكن الإصابات، في إصابات ما حدش بيعرف عنها حاجة، في إصابات ناس بتصاب وما تكونش مضمومة هنا. ليه؟ بتصاب وتخف، بتصاب وتعدي، من يعني السلطات ما بتكشفهاش وتاخد المرض وتخف، فديت مش موجودة في العدد الإجمالي بتاع الإصابات. ممكن العدد الإجمالي بتاع الإصابات يكون أكتر من كده بكتير قوي، فبالتالي إذا وضعنا ده في الاعتبار فيبقى عدد الوفيات أو معدل الوفيات أقل بكتير، ده ممكن يوصل 1%، وده مش غريب على الفيروسات. يمكن حضراتكم عارفين إن في مثلا الهيباتيتس بي، كل 100 إصابة منهم 85% منهم بيتحسنوا ويبقوا 100 100، وفقط 15-20% اللي بيتحولوا إلى حالة مزمنة ونعرفها. فنفس الحكاية، هذا الفيروس زيه زي فيروسات كتيرة، ممكن في إصابات ما بتتحولش إلى حالة مرضية، أعراض بسيطة وبتخف، أو ما فيش أعراض خالص. ده كده بالنسبة لنا التقرير بتاع النهاردة. في إيه تاني؟ في إن منظمة الصحة العالمية ما زالت رافعة مستوى الخطر إلى أقل، يعني إلى أعلى درجة، لأن طالما في حالات انتشار زيادة بتظهر كل يوم، فالعالم دي من ناحية حالات بتظهر كل يوم جديدة، وعدد من الدول بيزيد، أصبحت 97 دولة، فما زال حالة الطوارئ في درجتها القصوى. نتمنى طبعا إن الأعداد الإصابات الجديدة مع الوقت تتحسن. في توقع إن خلال شهرين إن الأمور تهدى، هو مش أكيد بس هذا الاحتمال احتمال قوي جدا، وهذا احنا في الانتظار ونشوف إن شاء الله. وطبعا اللي يهمنا احنا جميعا إن كأفراد إن الوقاية، الوقاية الوقاية أهم خطوة فيها النظافة الشخصية، دي اللي ما فيهاش نقاش. لا الماسكات مهمة ولا أي إجراء تاني مهم، أهم حاجة النظافة الشخصية، غسيل اليدين. ليه بقى؟ لأن الفيروس بيتنقل عن طريق الرذاذ اللي بيطلع من المريض، الرذاذ اللي بيطلع من المريض بيبقى محمل بالفيروس، الفيروس ده حجمه كبير شوية، فما بيطرش في الهواء أكتر من متر أو مترين ويقع على الأسطح الموجود، فنسبة الأسطح الملوثة وفرصتها العدوى الآخرين أكتر بكتير من استنشاق العدوى مباشرة من المريض. يعني أنت ممكن ما تجيش جنب أي واحد مريض، بس يكون في مريض ركب الأسانسير وكح وكده ولوث مفاتيح الأسانسير أو كده، فتيجي أنت تلمسها بإيديك وتبتدي تلمس وشك تاخد العدوى، هي دي المشكلة. فأهم حاجة هي نظافة الإيدين، وطبعا الحاجة الأساسية الثانية وهو الاهتمام بأسلوب الحياة الصحي، لأن هو ده اللي هديك درجة مناعة عالية تقدر بيها تقاوم أي نوع من الفيروسات. هو ليه الناس اللي بيصابوا بالفيروس بعضهم بيخفوا من غير ما يظهر عليهم أعراض، أو بعضهم يظهر عليهم أعراض بسيطة، أو بعضهم أعراض شديدة ويمكن يموت؟ كل ده هو الفيروس، هو بس كل ده متوقف على مناعة الجسم وقدرته على مقاومة هذا الفيروس.
وربنا يعافينا ويعافيكم جميعا من كافة الأمراض يا رب، ويعدي هذه الأزمة على خير، ونشوفكم بخير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.